أهلا بكم مشاهدينا، كل سنة وانتم طيبين. الصيف خلاص على وصول، ومع دخولنا في الصيف بتنتشر فاكهة البطيخ الصيفية المفضلة لدى الكثيرين قبل أوانها في الأسواق، وطبعا بيتسارع المواطنين على شرائها. إلا أن الخبراء حذروا من أكلها خلال ال 15 يوم الجايين، وكمان حذروا من أكلها بكميات كبيرة. فيا ترى إيه السبب؟ وهل البطيخ مسرطن فعلا كما يشاع ولا لأ؟ هنوضح لحضراتكم كل التفاصيل في تغطيتنا دلوقتي. انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات بتفيد بوجود بطيخ مسرطن في الأسواق، ووسط التحذيرات من شرائه وتناوله خلال الفترة دي قبل أوانه. وكشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة حقيقة التحذيرات من تناول البطيخ قبل أوانه، وقال إنه مع تغير المناخ مفيش حاجة اسمها بطيخ أو خوخ أو محصول قبل أوانه، لأن المناخ هو المتحكم الأكبر في كل الإنتاج الزراعي. فمن الممكن ظهور محصول أو منتج قبل أوانه أو قبل الميعاد المتعارف عليه أو يتأخر بشهر حسب المناخ في الوقت المتعارف عليه. لزراعة البطيخ بيكون في شهر مارس، ولو تم زراعته قبل ميعاده مثلا في شهر ديسمبر فهيطلع بدري، وبالتالي اسلوب ونموذج الزراعة المستخدم هو اللي بيحدد نضوج المنتج، وده لا يتعلق بأي تدخل سواء رش أو مركبات أو غيرها. أما عن حقيقة القلب الأجوف أو القلب الأبيض للبطيخ، فوضح انه ملوش علاقة بميعاد الزراعة والنضج وايضا الجمع، ولكن ليه علاقة بالظروف الجوية الموجودة. فمن الملاحظ وجود تقلبات جوية خلال الفترة الحالية وايضا الفترة اللي فاتت. اما عن الاشاعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بان البطيخ مسمم او مسرطن، فنفاها تماما وقال ان ملهاش اي اساس من الصحة. كمان أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن البطيخ المصري آمن 100% وبيمتاز بجودة عالية كمان، وظهوره في وقت مبكر بيرجع لتبكير موعد زراعته، ونوه أن الحكومة المصرية لا تسمح بتواجد أي منتج في الأسواق إلا بعد رقابة شديدة عليه كمان. ودعا المواطنين بالاستمتاع بتناول البطيخ لأنه ما فيهوش أي شيء ممكن يضر بصحتهم. كمان أشار إلى أن محصول البطيخ كما هو في أول ووسط وآخر إنتاجه من حيث جودته وعدم ضرره على الصحة العامة، وأن المناخ بيؤثر طبعا على طعم البطيخ فقط مش جودته. ولفت إلى أن المساحات اللي تم زراعتها بالبطيخ زادت السنة دي، وده بعد ارتفاع أسعاره خلال السنة اللي فاتت. وبدوره أكد النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين إن البطيخ المصري آمن وما فيهوش أي مواد مسرطنة زي ما بيدعي البعض على السوشيال ميديا، ووضح ان البطيخ اللي بنشعر بانه فارغ القلب بعد فتحه هو سليم صحيا، وما يثار انه بطيخ مسرطن غير حقيقي وشائعات متكررة بتصدر كل سنة في نفس التوقيت بسبب كثرة العرض والطلب من قبل المواطنين. ولكنه نصح المواطنين بالتخلص من البطيخ اللي بتظهر فيه هذه الظاهرة بشكل كبير، وخاصة مع ابيضاض وتليف اللحم حول التجاويف، وقال ان ده مش بسبب سلامة البطيخ ولكن بسبب نقص المادة السكرية وعدم استساغة الطعم فقط، وده اللي بيؤكده خبراء الزراعة في الوقت الحالي. كمان وضح ان بعض الابحاث اثبتت ان القلب الاجوف ملوش اي صلة مباشرة بنيتروجين او الري، ولكن بيرتبط بشكل مباشر بوجود احوال جوية معينة خلال فترة التلقيح، الا انه في الوقت نفسه لا ضرر ولا ضرار من تناول البطيخ الحالي حتى لو كان طعمه ماسخ شوية او ملوش طعم، فهو مش هيتسبب في اي ضرر للمواطنين. كمان حذر من شراء البطيخ في بداياته، وقال ان الاقبال على تناول البطيخ خلال 15 يوم المقبله غير مستحب، لان معظم الانتاج المبكر بيحتوي على كميات اكبر من النيتريت بسبب العمليات الزراعيه المكثفه، فالمزارع بيلجا لده عشان يضمن سعر مناسب في بدايه الموسم. ما
من ناحية أخرى بقى، فتناول البطيخ بكثرة أصلاً ممكن يتسبب في بعض الآثار الجانبية، زي طبعاً اضطراب في الأمعاء بسبب غناء بمادة الليكوبين، وده اللي بيؤدي للغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وأيضاً عسر الهضم، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، وده لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. وعلى الرغم من أن البطيخ بيحتوي على نسبة منخفضة من السكر، إلا أنه قد يكون ممكن غير جيد تناوله لمرضى السكر، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ لانخفاض ضغط الدم، وقد يسبب تناول البطيخ ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص. كما يجب على النساء الحوامل تجنب تناول كميات كبيرة منه، لأنه قد يزيد من مستوى السكر في الدم وقد يؤدي إلى سكر الحمل. أعزائنا المشاهدين، بكده تكون انتهت تغطيتنا ووضحنا لحضراتكم حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق والآثار الجانبية اللي قد يسببها تناول البطيخ بكثرة. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد. بنشكر حضراتكم وإلى اللقاء.